السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الميزان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الميزان باذن الله الفتره اللي جايه هيكون في تقدم وهيكون في راحه وهيكون في دعم على جميع الاصعد، بس ركز كويس جدا في الطالع بتاعك واللي ينطبق عليك تنزل ترهولي في الكومنتات. وانا قلت لك التاريخ علشان مصداقية قناتك 25 مارس، ده عشان بس المصداقية. فالقراءة عامة ومفتوحة. ادعم الفيديو باللايك وبالتعليق الجميل علشان اللايك بيوصل لاكبر عدد من المشاهدة بالفيديو، ونشوف مع بعض الاخبار والتوقعات. برج الميزان، مش مرتاح يا ميزان، دايما حياتك فيها عدالة بس انت مش مرتاح. برج الميزان عايز يمشي من المكان اللي هو فيه، طفشان، زهقان، المكان اللي هو فيه مش مرتاح فيه خالص. برج الميزان حياتك بايظه يا ميزان، حياتك في التنازل. ليه؟ اول حاجه عندك طلوع من الشده اللي انت فيها، خروج من الهم اللي انت فيه، خروج من المعصيه والغضب اللي على نفسك. فتاة الميزان هتكوني وردة منورة إن شاء الله بإذن الله، هترجعي وتقفي على رجلك من جديد، هترجعي تنتصري، عندك انطلاقة جديدة، انطلاقة جديدة، رحلة جديدة، تفاؤل في الحياة، في شمعة في نص طريقك، في نص الطريق هتنور عندك، هتنور لك كل الناس المزعجة، كل الناس الوحشة، كل الناس اللي هي غدرت بيكم. بعض مواليد برج الميزان تعبانين نفسيا، دايما حاسين ان البيبان متقفلة في وشهم. ليه؟ مفيش توفيق عندكم في حياتكم يا برج الميزان. برج الميزان عايزاكم تكونوا منصورين، هتغيروا المكان اللي انتوا فيه، هتغيروا المكان اللي انتوا فيه، هتغيروا السكن، هتغيروا البيت نهائيا. عندك كذا امر، عندك كذا هدف، عندك كذا موضوع انت منتظره يتحقق. اول 10 ايام من شهر ابريل عندك رحلة وسفر، عندك رحلة وسفر، هتغير المكان اللي انت فيه ان شاء الله باذن الله. برج الميزان عندك توقيع ورقة، توقيع الورقة ده بالخير، توقيع الورقة ده بالخير، عندك كذا خبر وكذا رسالة بالخير ان شاء الله باذن الله. انت دايما حياتك فيها عدالة بينك وما بين نفسك، بس دايما في غلط، دايما بتطعن، بتتظلم، مفيش حد بيحكم لك بالحق، مفيش حد بيقف جنبك، مفيش حد بتحسه في ظهرك، بيقولوا لك احنا معاك بس دايما بيخدعوك، دايما بيخدعوك ودايما بيظلموك. فتاة الميزان، فتاة الميزان منتظرة هنا خبرين، خبر حمل، خبر طفل، وخبر ينجيها من وجع القلب اللي هي فيه. عندكم طفل ان شاء الله باذن الله، عندكم خبر بيبي حلو جدا هتسمعوه. فتاة الميزان كوني سعيدة بحياتك وكوني منصورة، عندكم عيون كتير جدا مراقباكم، عندكم عين كتير جدا مراقباكم. برج الميزان انتوا الفترة دي في دوامة، في دوامة، متشتتين تفكير، حيرانين من أمر، دايما غضب، بس احذروا من أقرب الناس ليكم، احذروا من أقرب الناس ليكم، بيجي الليل ما بتناموش، حزن، ألم، حيرة، خوف، غضب. بالليل لما بتيجوا تناموا بتحسوا الدموع بتنزل، دماغ نايمة والعيون مفتوحة، وساعات العكس يا برج الميزان. حاولوا تجددوا، حاولوا تحسنوا، انتوا زعلانين، مهمومين، غاضبين من امور كتيره جدا بتحصل، اتطعنتوا كتير جدا يا برج الميزان، قلبكم طيب، انتوا مفيش ناس بتقدر افعالكم، مفيش ناس بتقف في صفكم، عندك عين قويه، عين قويه، حاولوا ان هم يسحروا لك، يضايقوك، يغضبوك، يفرقوا بينك وما بين الشريك، اطراف ثالثه كتير داخله. أطراف تالتة كتير داخلة في العلاقة. حاليا أنت في الفترة دي بتعد الأيام وبتعد الساعات وبتعد السنين وبتعد كل حاجة تعدي على حياتك، وقعت في حفرة وربنا نجاك إن شاء الله بإذن الله. احذر من الغضب، احذر من الحاجات الوحشة، طلعت من كذا حاجة،
كانت خطأ ليك، مشيت في مشروع وما نجحش، بس أنا شايفة إن أنت هتبدأ حياة جديدة، أخدت ضربة على راسك، أخدت درس اتعلمت منه كتير جدا، عندك ناس هتكتشف حقيقتهم، أنت هنا كنت محتاج المساعدة والبيبان اتقفلت في وشك، كنت محتاج المساعدة والبيبان اتقفلت في وشك، عايزاك يا برج الميزان تخلي بالك من نفسك وتحاول تلعب شوية تمارين، تحاول تجدد في حياتك، انتظم بأكلك، البعض مواليد برج الميزان تعبانين جسديا، كشفوا او زايرين الطبيب او عندهم الم نفسيا، حاولوا تجددوا، حاولوا تجددوا في صحتكم. برج الميزان ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا هتطلعوا من الهموم اللي انتوا فيها، بس عندكم اثار الزعل، والبعض كمان بياخد علاج برج الميزان وزاروا الطبيب زي ما قلت لكم، حاولوا تحسنوا من نفسكم. ايه السر اللي جوه قلبكم قاهركم تعبكم ظالمكم؟ في سر انتم مخبيينه، في حقيقه انتم مخبينها مش قادرين تطلعوها. برج الميزان في حقيقه انتم مخبيينها مش قادرين تطلعوها، دايما عندك علامه استفهام على بعض الاسئله في حياتك، عندك علامه استفهام على بعض الاسئله، في ناس حواليك بتشتكيها لربنا، في ناس بتشتكيها وبتشتكيها لربنا، دموعك عزيزه عليك وعزه نفسك عزيزه، بس برضو دايما بتلاقي من اللي بكيك، بتبكي بكلمه بتبكي بكلمه واحده ممكن تبكيك وتخليك حزين، وكلمه ممكن تبسطك وتعدي يومك على خير. برج الميزان بلاش الحزن، بلاش الحيره، بلاش الضيق اللي انتوا فيه، حاولوا ان انتوا تكونوا مبسوطين، حاولوا ان انتوا تستمتعوا بوقتكم، الحاجه اللي اتسرقت منكم وضاعت انسوها، انسوها، وان شاء الله باذن الله بفضل ربنا وبفضل المشروع الجديد والرزق ودخول المحكمه بالخير اموركم هتتحسن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. دايما خلوا الاستغفار على لسانكم والدعاء بيغير القدر يا برج الميزان، انتم تعبانين ومتكتفين ومنتظر من ربنا الصحه، تغيير الحال، الحسن، الحظ، منتظرين حاجات من ربنا، انتم ده انتم حاليا سايبين كل حاجه وبتشكوا همكم لربنا ان ربنا يشفيكم ويعالجكم وان هو يحسن حسن حظكم. ارموا الماضي ورا ظهركم، بلاش تفكروا في الماضي، الماضي اكل حياتكم. ارموا الماضي ورا ظهركم، حاولوا ان انتوا تستمتعوا بالايام اللي جايه. هنا عندك كذا خبر حلو، الحاجه اللي انت زرعتها في الماضي، الحاجه اللي انت رميتها هتحصدها الان بالخير، هتحصدها الان. حاول ان انت تستمتع بوقتك، حاول ان انت تعدي امورك، حاول ان انت تعدي امورك على خير، بلاش تسمع للناس، ارمي كل كلام الناس ورا ظهرك، حاول بلاش تتعامل ببرود في الاعصاب، حاول تتعامل بجدية شوية بس، وفي نفس الوقت بلاش تاخد قرارات متسرعة وقرارات خاطئة، حاول تكون هادي في شهر ابريل، هيكون عندك هنا عتاب، عتاب مع بعض الاشخاص، وهيكون عندك هنا لقاء حلو، اللقاء ده من الناحية العاطفية، هنا عندك توقيع الورقة اللي هي واقفة عليها حياتك، دخول المحكمة ده بالخير وبسبب قرار، او انت حياتك فيها تراجع بسبب ان انت القرار مش عارف تاخده في حياتك. طيب بالنسبة للعاطفة والحب، عندك ارتباط ان شاء الله باذن الله، والناس اللي هي انفصلت عن الحبيب او الزوج فانا شايفة ان هم عندهم رجوع ان شاء الله باذن الله، والرجوع ده هيكون فيه خير، وهيدخل طرف ثالث هيحاول يدخل الموضوع بالخير وبالحسن ان شاء الله باذن الله. صحيا صحتكم تعبانه اليومين دول في النازل، وعندك كذا علامه استفهام، حاول تزور الطبيب او انت زرت الطبيب وبتاخدوا علاج. يا برج الميزان، برج الميزان خلي بالك وانتبه كويس جدا 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 من صحتك ومن افعالك ومن ردودك مع الناس، احذر من الحيه اللي هي في حياتك اللي هي ملخبطه لكم حياتكم، الحيه دي امراه سودا، امراه مش كويسة، دايما بتجدد لكم الطاقة السلبية وعايزة تبعد، عايزة تبقى يعني عايزة تبعد اي فرحة تخصكم بعيد. حاولوا ان انتوا ما تتكلموش كتير وما تحكوش كتير قدام الناس او قدام اي حد عن حسن حظكم او عن فرحتكم، دايما حياتكم واقفة، عندكم ورقة او عندكم حاجة عطلة ليها كذا سنة في المحكمة مش قادرين انتوا تحققوها، حياتكم هتمشي ان شاء الله باذن الله زي الوردة المنورة وهتتحول من اسود لابيض. برج الميزان عندك توتر وحيرة، عندك خوف من أمرك، عندك حاسس انت هنا برج الميزان ان انت واقف مفيش اي حاجة جديدة في حياتك، مفيش اي حاجة بتكمل، حاسس بعدم الراحة يا برج الميزان. طيب ليه برج الميزان؟ بسبب الناس الخطأ اللي هي بتدخل حياتك وانت مش عارف. بص يا برج الميزان، بص الحية اللي وراك،
بص الحية اللي وراك يا برج الميزان، قلبه حياتك، مخليه حياتك فيها تراجع، مفيش حاجه بتكمل عندك. حاول ان انت تجدد من حياتك، حاول ان انت تغير من تصرفاتك، حاول تاخد القرار المهم اللي حياتك واقفه عليه، القرار ده مهم جدا، حياتك واقفه عليه. احب اقول لك وبشرك بشرى ساره ان انت هتخرج من الهم اللي انت فيه، هتخرج من الحيرة، من اي حاجة مضايقاك او مزعلاك، عندك خروج من الامر اللي انت فيه يا برج الميزان ان شاء الله باذن الله. بشرى سارة، تفاؤل، الحاجة اللي انت منتظرها حان الوقت ان هي تتحقق، حان الوقت ان هي ان انت تنتصر، حان الوقت ان انت تعرف اخطائك واخطاء الناس الغلط اللي هي في حياتك، الناس اللي هي بتزعجك، الحية اللي وراك اللي هي دايما بتدور ورا تصرفاتك ورا حياتك. بص يا برج الميزان، الفترة اللي فاتت انت كنت نار جواك، نار جوا البيت، حاسس انه حياتك كلها منقلبة الفترة اللي فاتت. طيب ايه اللي جاي؟ اللي جاي انتصار وخير وفرحة بإذن الله. النار اللي هي في بيتك هتطلع من عندك وهتروح للناس اللي هي ظلمتك واخدت حقك وحرقت قلبك، صح يا برج الميزان؟ ان شاء الله بإذن الله هتطلع من اللي انت فيه، الوضع اللي انت فيه ده كله هتطلع منه، وكمان الوضع السلبي، الامور السلبية، الحاجات اللي مضايقاك كلها بإذن الله هتخرج منها وهتدخل على فرحة وعلى انتصار وعلى ازدهار كمان بإذن الله بفضل ربنا. انت واقف يا برج الميزان وبتحاول تكون منصور وبتحاول ان انت تنتصر وبتقول لأنا لهم، لازم انتصر، لازم اعمل اللي انا عايزه. هتعمل يا برج الميزان، انت هنا قاعد وحاطط ايدك على خدك ومستني الورقه اللي عند الحكومه تخلص، توقيع الورقه في السفر، توقيع وظيفه جديده، في ورقه عالقه في حياتك او في خبر حياتك واقفه عليه لفتره كبيره جدا يا برج الميزان. الخبر ده لو جالك اقدر اقول لك ان باب السعد اتفتح لك، باب الهنا خبط على بيتك. من وقت للتاني بتحس بصداع مستمر، الم في معدتك، عندك ضيق ساعات في التنفس، بيجي لك احلام مزعجه، عندك القولون يا برج الميزان، عندك ألم غير طبيعي، بس إن شاء الله بإذن الله شايفة إنه الشمس هترجع تضحك لك من جديد، الابتسامة هترجع تنور وشك، هترجع تقول لك خلاص حان الوقت إن أنت تنتصر، حان الوقت إن أنت تتخطى كل المشاكل وتكمل في الطريق الصح بإذن الله. مين هنا عندك هنا يا برج الميزان أنت زعلان عليه؟ حد في حياتك، أخوك، أختك، ابنك، حد في حياتك أنت زعلان عليه يا برج الميزان، اتظلم، اتغدر، اتخان، الحد ده أنت حزين عليه. طيب مين اللي أنت مشتاق له ونفسه إن هو يرجع لك، أو نفسك في أطفال يا برج الميزان؟ عندك صديق، عندك حبيب، عندك زوج بعيد عنك، عندك أهل أنت بعيد عنهم، عندك اشتياق لحد جوه قلبك يا برج الميزان، وكمان عندك اشتياق لأطفال، عندك مستني تسمع خبر يغير حياتك بإذن الله. احذر من واحدة ست في حياتك بتقلب حياتك دايما وانت مش واخد بالك، داخلة طالعة على بيتك، عندك طرف ثالث بيتدخل بينك وبين الشريك، دايما بيحاول ان انت والشريك في مشاكل، مفيش اي حاجة متفاهمين عليها، عندك انقلاب في حياتك العاطفية، بس احب ابشرك بإذن الله ان انت هيكون عندك فرحة في ارض بيتك، الفرحة دي هتغير من حياتك بالكامل، وده ممكن يكون كمان من ضمن الخبر اللي انت منتظره وحاطط ايدك على خده، في حقيقة اكتشفتها، الحقيقة دي زعلتك، وجعت قلبك شوية، بس بإذن الله هتغير من الحقيقة اللي انت عرفتها. وهتقول لي ازاي؟ هقولك يعني هتقدر تحسن من تصرفاتك، هتحسن من حياتك، هتحسن من امورك بإذن الله بفضل ربنا. انت دايما بتشكي همك لربنا يا برج الميزان، دايما بتشكي همك لربنا، بس احب اقولك بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير، بلاش ان انت تحكي عن حياتك، عن زوجك، عن امورك، عن اي حاجة تخص حياتك. مش كل الناس اللي انت فاكرها كويسة هي بتبقى كويسة، انت اقرب الناس ليك يا برج الميزان هم اللي غدروا بيك وخانوك، صح يا برج الميزان؟ صح يا برج الميزان، اقرب الناس ليك اللي هم اخواتك، اللي هم اهلك، اللي هم احبابك، اخدوا حقك. في فلوس ضاعت منك يا برج الميزان انت، ولحد الان مش عارف هي راحت فين او اتصرفت ازاي، او مش عارف ترجع الحق اللي ضاع منك يا برج الميزان، بتحاول تقول يا رب انصرني، يا رب انت قادر على كل شيء. انت يا برج الميزان بيجي عليك الليل ما بتقدرش تنام، بتحط دماغك على المخدة، بتحس ان الدنيا كلها شايلها على كتفك وشايلها على دماغك ومحاسس ان حياتك واقفة. طيب بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون عندك خير وعندك فرحة وعندك تفاؤل بإذن الله. بص يا برج الميزان، بص العروسة، بص الخبر،
بص، العروسة والخبر اللي جاي لك بإذن الله اللي هيغير من حياتك وهيغير من أمورك. طيب برج الميزان، أحب أقول لك إن أنت محسود، محسود بحسد كبير جدا، أو معمول لك سحر. السحر ده بيتجدد لك من واحدة ست. الواحدة ست دي أنت شاكك فيها ومش شاكك فيها، مش قادر توصل لحد الآن إذا كانت هي ولا مش هي، بس أقدر أقول لك إن هي الست دي ذو أخلاق مش كويسة نهائيا، دايما بتجدد لك الطاقة السلبية، دايما بتديك أفكار سلبية، دايما بتحب تضايقك وتحب تخنقك، دايما عايزة حياتك تقف، شايفة إن أنت أحسن منها. بص يا برج الميزان، زي ما قلت لك النار اللي هي جوه بيتك هتطلع على أعدائك وهتنتصر بإذن الله، هيكون عندك تقدم وازدهار وطاقة إيجابية من بعد الطاقات السلبية اللي في حياتك. أنت حسيت من وقت للتاني إن أنت عايز تمشي من الدنيا، إن أنت تعبت، إن أنت اتغدرت واتخنت، بس أقدر أقول لك إن أنت عندك خير وعندك فرحة وتفاؤل بإذن الله. الخبر اللي جاي لك هيجي لك، البحر الدوامة اللي أنت فيها إن شاء الله بإذن الله هتطلع منها بفضل ربنا. وجع الراس ده سيبك منه، أي حاجة تضايقك سيبك منها، بإذن الله عندك انتصارة حلوة وخير وفرحة وتفاؤل يا برج الميزان. من احسن الشخصيات انت يا برج الميزان، ودايما حياتك فيها مفيش حاجه تكمل، دايما عندك تراجع من امرك، انت عندك قلق وعندك وجع راس وعندك حيره وعندك توتر. طيب الحل ايه؟ الحل القران، سوره البقره، كوبايه ميه يا برج الميزان، ونقرا عليها بعض ايات القران، ايات السحر، ونرشها في اركان البيت، ودايما نبطل الكلام عن نفسنا. علاقاتك في الناحيه العاطفيه، هيكون عندك علاقه قويه، رجوع حبيب، رجوع زوج، رجوع صديق، رجوع أهل، عندك رجوع حد في حياتك، عندك علاقة حب قوية بإذن الله. علاقة الحب القوية دي هتكون من نصيبك، وأقدر أقولك إن هي هتنتهي بالزواج بفضل ربنا، علشان خاطر أنت اتظلمت. عندك طريق سفر، عندك توقيع ورقة هتسافر بإذن الله، عندك تغيير، عندك نقلة جديدة من مكان لمكان، في حاجة أنت واقف هنا وبتفكر فيها وعايز تشتريها، بيت جديد، عربية جديدة، حاجة جديدة عايز تشتريها، قلبك مفتوح، قلبك هيكون مع تصرفاتك، عندك فرحة ببيتك بإذن الله، الفرحة دي هتكون فيها خير وفيها أمل وفيها تفاؤل. عندك أمور كتيرة جدا عدت على عينك، الأمور دي كانت أنت في شاشة على وشك ما كنتش شايف كويس جدا، بس أقدر أقولك حان الوقت أن أنت تشوف كويس، أن أنت تتخطى كل المشاكل السلبية وتشوف المشاكل الإيجابية وتحلها بطريقة كويسة. أنت اتغدرت من أقرب الناس ليك واتصدمت من أقرب الناس ليك. اقدر اقول لك ان انت دايما بتقول ان انت ما عنديش حظ من اقرب الناس ليا، دايما اقرب الناس ليا هم اللي بيصدموني وبيغدروني. من الناحيه العاطفيه انت مظلوم يا برج الميزان، مفيش حاجه عندك بتكمل، ولو في حاجه عندك بتكمل بيكون دايما في مشاكل ودايما في حيره وخوف من امرك. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيكون فيها انتصار وفرحه حلوه باذن الله بفضل ربنا. برج الميزان، حاول تخرج من اللي انت فيه، حاول تجدد الطاقه اللي انت فيها باذن الله تتجدد، ارمي همومك ورا ظهرك، المشكلة اللي انت حاليا مش لاقي لها حل بإذن الله وقت ما ربك يريد هتلاقي الحل لحل جميع المشاكل اللي انت فيها، وكمان المشكلة اللي انت حاسس انه في قطنة على وشك مش قادر تشوف الحاجة اللي قدام عينك. برج الميزان، انت هنا هتكون هيجي لك خبر حلو هيغير من حياتك. انت هنا زعلان وحاسس ان الدنيا كلها سودة في وشك، بس يا برج الميزان اللي باعك بيعه، واللي خانك سيبه، واي حد ظلمك ابعد عنه، اي حد غير من نفسيتك ابعد عنه. في كمان باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى انت هتحط نقط على حروف، مش هقول لك ان انت هتخسر ناس حواليك، بس هتحط ثلاث نقط على ثلاث حروف ضايعين منك. عندك طريق ماشي فيه، الطريق ده كله خير، بس انت حيران، او مش حيران، انت خايف يعني خايف تدخل في الطريق ده تخسر. بالعكس، الطريق كله جميل ليك، كمل فيه ومن غير ما تتردد ولا من غير ما تفكر في اي حاجة الفترة دي. الفترة دي كمان عندك واحدة ست، الست دي بومة، الست دي يعني مش لازم تكون بومة في عمالها، بس هي ست كده انت مش عارف تفسر معنى ليها لحد الآن، حيران في تفسيرها. الست دي دايما بتسعى، دايما بتحب تمتلك كل حاجة، بتحب الناس، بتحب التملك، بتحب تتحكم، بتحب تسيطر،
بس هي جواها اصلا كركبة، هي جواها تملك ومش عارفة هي عايزة ايه ولا بتعمل ايه. فانتوا الفترة دي ممكن يكون عندكم فرص جديدة، الفرص دي اقدر اقول ان هي ممكن تفتح لكم باب جديد في حياتكم، بس خدوا بالكم من تحصين النفس، يعني لازم تحصنوا نفسكم الفترة دي اول باول. ليه؟ علشان الوضع اللي انتوا فيه ده مضايقكم، الوضع اللي انتوا فيه ده عامل لكم كركبة وتوتر وحيرة. ليه؟ بسبب ان انتوا هنا عندكم حرف الاس، حرف الاس ده موجود في حياتكم، ودايما اقول لكم حرف الام بيظهر لكم، يعني طول ما بيظهر لكم حرف الام في كل قراءة ليكم ده بيدل انه بينكم وما بينه علاقة مخفية، او بينكم وما بينه ارتباط، بينكم وما بينه حاجة معينة في حياتكم. عندك كمان هنا شوية تراجع في شوية مواضيع عندكم، انتوا اليومين دول بتعانوا من شوية وجع في جسمه، بيعاني من شوية وجع في معدته، الله اعلم. بس انتوا الفترة اللي جاية دي هيكون عندكم مال حلو. ممكن كمان يكون عندكم علاقة غامضة، علاقة فيها تجاهل بينك وما بين الشريك، نفور بينك وما بين بينك وما بين الشريك، شوية مشاكل في العاطفة، اتسرعتوا في ارتباطكم، اتسرعتوا في خطوتكم لقدام، او حاسين انه في حاجة معقدة مش فاهمين بعض الفترة دي بشكل كبير، رغم ان انتوا هنا هيكون عندكم تفاهم وعلاقة كده جميلة، وهتحسوا بتحسن في العاطفة، علشان انتوا الفترة دي مضغوطين وحاسين بالضغط النفسي. فالفترة دي هيكون عندكم نقلة حلوة قوي، هتأثر بشكل كبير على حياتكم، هتأثر بشكل كبير على الدعم اللي انتوا فيه. بس يا ريت تخلوا بالكم من اي طاقات سلبية انتوا بتمروا بيها الفترة دي. في مال عندكم، المال ده هيكون حلو وهيفرحكم قوي، وبمجرد ما هتمسكوا كده المال هتقدروا تحققوا حاجات كتيرة جدا في حياتكم، علشان فعلا طال انتظارها. بسم الله. كمان ما شاء الله عليكم، هنا انتوا قلقانين بخصوص حاجة وشغلة بالكم، الحاجة اللي قلقانين بيها دي وشغلة بالكم ومخلياكم دايما تايهين، دايما حيرانين، دايما حاسين بالصداع، الفترة اللي جاية هتعدي. الفترة دي انت مش عارف تاخد قرار، الفترة دي انت مش عارف تفكر كويس، الفترة دي انت مش عارف تعمل ايه او تخطي خطوة ازاي، علشان حاسس ان صدرك بيضيق، حاسس ان انت بتجيلك خنقة من غير اي سبب، وهنا حاسس ان انت لوحدك، ما عندكش اي حاجة جديدة في حياتك، زهقت من الملل والروتين اللي بيحصل معاك كل يوم، فقررت ان انت تغير وتجدد. تحياتي ليك واتمنى لك الخير والسعادة.